صور مرعبة. إثيوبيا تستخدم سلاح محرم دوليا لقتل الإثيوبيين في تيجراي. وعاجل خلال أيام قرار حاسم من مصر ينهي أزمة سد النهضة. ونبأ عاجل تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا واتهام خطير لأبي أحمد بارتكاب جرائم حرب. وجنرال إسرائيلي حرب مرعبة ستدمر تل أبيب قريبا. وعاجل وردنا منذ قليل تفاصيل اجتماع الرئيس لإنجاز مشروع القرن وبيان عاجل من السعودية بشأن الحج هذا العام. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. والوطني واللي بيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا. وصور مرعبة. اثيوبيا تستخدم سلاح محرم دوليا لقتل الاثيوبيين في تيجراي. في مدنيين في شمال اثيوبيا تعرضوا لحروق مرعبة بسبب استخدام القوات الاثيوبية الفوسفور الابيض المحرم دوليا في اقليم تيجراي حسبما اظهرت ادلة دامغة. فيما تنفي حكومة أبي أحمد استخدام أي أسلحة كيماوية في هجومها على الإقليم. كشف صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صور وأدلة خطيرة تثبت إصابة المدنيين في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا بحروق بسبب استخدام الفسفور الأبيض، وهو ما يرقى لأن يكون جريمة حرب محتملة على يد قوات الإثيوبية والإريترية التي ترتكب فظائع في الإقليم منذ شهر نوفمبر الماضي. وقالت نقلا عن خبراء في الأسلحة الكيماوية إن اللقطات التي حصلت عليها الصحيفة تبين إصابات بسبب الفوسفور الأبيض المحظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولي. ونشرت تيليجراف بعض الصور للمصابين بالحروق المرعبة، لكنها تحفظت على نشر مقطع الفيديو وباقي اللقطات لأنها شديدة الخطورة وقد تبدو مزعجة للبعض. طبعا أنا ما أقدرش يعني أنشر لحضراتكم الصور لأن الصور حقيقي صعبة جدا ومرعبة حقيقي. ونشوف من الأخبار دي إن إثيوبيا للأسف بترتكب جريمة حرب إنها تعمل حركة زي دي أو تستخدم سلاح الفوسفور الأبيض. ده سلاح محرم دوليا ومادة كيميائية خطيرة جدا، يعني شيء مرعب جدا. أكيد هيبقى للمجتمع الدولي تحرك ضد إثيوبيا وخصوصا أمريكا. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر. وعاجل خلال أيام قرار حاسم من مصر ينهي سد النهضة للأبد. قالت مصادر مهمة لصحيفة الموجز إن مصر سوف تعلن عن قرار حاسم خلال أيام لإنهاء أزمة سد النهضة، مؤكدة أن هناك مفاوضات مع الاتحاد الإفريقي لبلورة اتفاق ملزم لإثيوبيا قبل الملء الثاني للسد. الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كشف عن موقف مصر من الملء الثاني لسد النهضة. أكد أن الملء الثاني للسد الإثيوبي بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان شارحا. يعني لو بيجيلك مرتب كل شهر 100 جنيه وحصل متغيرات وتخصم منه 27 جنيه، هل ده بالنسبة ليك مش صدمة؟ وتابع وقال ده اللي بيحصل لان السد الاثيوبي هيحجز 27% من المياه، يعني 27% من المرتب. فلو انت عندك حساب في البنك او محوش قرشين برضو لن تقبل بهذا الامر، فبتكون صدمة إلا لو أنت عارف قبليها بفترة ومضيت اتفاقية وإقرارات إن هيبقى في تعاون عشان يخفف من هذه الصدمة. قال إن رئيس الكونغو زار مصر وإثيوبيا والسودان بنفسه من أجل أن يرى رؤية الدول الثلاثة حول السد الإثيوبي، كما أن محاولاته جادة كون وزارة الدول بنفسه، لكنه لم يبلور مقترحا يمكن الحوار حوله أو يكون هناك مقترح يمكن التجاوب معه. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. وأتمنى أن المثال اللي طرحه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في مصر كان يعني مفيد و
يتفهم بطريقة بسيطة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، ونبأ عاجل: تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا واتهام خطير لأبي أحمد بارتكاب جرائم حرب. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ضد إثيوبيا ونظامها الحاكم أن ما تفعله حكومة أديس أبابا غير مقبول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة. وذكرت التقارير أن تعطيل إثيوبيا وإريتريا لعمل المنظمات الإنسانية في تيجري غير مقبول. وأضافت الخارجية الأمريكية أن قوات إثيوبيا وإريتريا تزيد المعاناة في تيجري وتزيد الأمور سوءا وتفاقما. أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها طرح موضوع استخدام أسلحة كيميائية في إقليم تيجري على الساحة الدولية، أكدت عدم استخدامها أي من تلك الأسلحة. قالت الخارجية الإثيوبية في بيان إن أديس أبابا تعتزم محاسبة جميع المتورطين في قتل المدنيين بإقليم تيجري مهما كانت مواقعهم. والخارجية الإثيوبية زعمت إنها فتحت ممرات إنسانية وقدمت الطعام والأدوية والمساعدات العاجلة الأخرى إلى إقليم تيجري، بالإضافة إلى تأمين العاملين في المجال الإنساني هناك. الخارجية الإثيوبية أكدت التزامها بإزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الإقليم الذي يشهد دمارا منذ بدء الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الإثيوبية ضد الإقليم بسبب خلافات مع قادة الإقليم. وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية ذكرت أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في إثيوبيا، وذلك بسبب الجرائم التي ترتكبها أديس أبابا في إقليم تيجري. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر، وجنرال إسرائيلي: حرب مرعبة ستدمر تل أبيب قريبا. حذر ضابط إسرائيلي كبير من أن كارثة قد تحدث في الحرب المقبلة ستكون أكبر بمئات المرات من كارثة سقوط الجسر في ميرون، وستكون حرب أكتوبر 73 قصة صغيرة بجوارها. جنرال الاحتياط قال في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال الحرب القادمة ستصبح الجبهة الداخلية في إسرائيل هي الحلبة المركزية للقتال، وفقا لوكالة سما الفلسطينية. أضاف إن ملايين المستوطنين الإسرائيليين سيكونوا لفترة طويلة تحت وطأة الصواريخ، منها الدقيقة والطائرات المسيرة المفخخة. تابع بريك وهو ضابط في جيش الاحتلال: حينها لن يكون أحد قادرا على العيش هنا، ولن يقبل أحد بمزاعم القادة الكبار بأنهم انتصروا على حركة حماس أو دمروها. الجنرال الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء ووزير الحرب كالعادة يتحدثان عن رد لن تنساه. حماس والجهاد ليستا الخطر الوحيد، بل قطرة في محيط المواجهة التي قد تبدأ في القدس والداخل بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ وهجمات لقوات الكوماندوس التابعة لحماس. وبريك قال: الآن تخيلوا لو أن حزب الله دخل المعركة وأن الآلاف من مقاتليه سينتقلون إلى الحدود الشمالية لعبورها بينما يطلقون في نفس الوقت صواريخ، ماذا كان سيحدث؟ ووجه حديثه للإسرائيليين قائلا: بدون الوعي العام لن يكون هناك تغيير، ويجب على الجمهور أن يعرف الحقيقة. ويمكنك أن تخاف وتقول لا أريد سماع ذلك، لكنك فجأة ستفقد منزلك وسيقتل أقاربك، ولذلك ليس من المريح سماعي. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز طبعا، يعني الكيان الصهيوني خايف جدا ومرعوب لأنه قاعد في أرض مش أرضه. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وعاجل، وردنا منذ قليل تفاصيل اجتماع الرئيس لإنجاز مشروع القرن. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري. كما وجه السيد الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم،
من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يسكن فيهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرها 700 مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معنا، وبيان عاجل من السعودية بشأن الحج هذا العام. السلطات السعودية أعلنت تحديد أعداد الحجاج لهذا العام عند سقف 60,000 حاج من الخارج والداخل، واشترطت على القادمين إبراز شهادة مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلادهم تفيد بتلقيهم كامل جرعات الوباء. ووضعت وزارة الصحة السعودية الاشتراطات الصحية لتمكين الراغبين من أداء فريضة الحج للموسم الحالي 1442 هجريا، حيث حددت الفئات العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام من 18 سنة ل60 سنة، على أن تكون الحالة الصحية لهم جيدة، وأن يكون المسافر لأداء المناسك غير مصاب بالأمراض المزمنة، مع التأكد من عدم خضوعهم لغسيل الكلى أو الإصابة بأمراض مزمنة اقتضت دخول المستشفى خلال الأشهر الستة التي تسبق الحج، مع وجود تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. ربنا يرزقنا ويرزقكم بحج بيت الله إن شاء الله. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم عبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا وصفحتكم على الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا IEB. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.